ومعنا من كييف جنان موسى، موفدة أخبار الآن. جنان، أهلا وسهلا بك معنا. إذا ما التجهيزات والاستعدادات للمباراة اليوم حتى اللحظة؟ نعم رونق، الأجواء حقيقة حماسية للغاية. آلاف المشجعين، مشجعي كرة القدم، وصلوا إلى مدينة كييف من مختلف أنحاء العالم، جنسيات غربية وجنسيات عربية، وكلها منتظرة على أحر من الجمر يعني كرمال تبلش المباراة. وطبعا كل واحد يتمنى أنه فريقه يربح اليوم. طبعا التذاكر كلها من باعت، حاليا السوق السوداء هي اللي شغالة، لدرجة أنه اليوم انعرض علينا تذاكر بتوصل قيمتها ل 1500 يورو، وهو طبعا سعر خيالي ومبالغ فيه، بس بيعطيك فكرة عن قديش في ناس يعني حابه تكون موجوده وحابه تحضر هذا الماتش. بس انا شخصيا اكثر شيء لفت نظري واكثر شيء يعني هيك بخليك تفتخري انه كونك عربيه، هو انه بتكوني ماشيه بشوارع كييف وفجاه بتسمع يعني اغاني وهتافات باسم محمد صلاح، يعني ان كان المشجعين الانجليزي اللي موجودين بالعاصمه هون عاملين له اغاني، بأطلقوا عليه اسم الملك المصري وبحبوه كثير وبيقولوا هو بقلبنا، او بنفس الوقت يعني بيعتبروه انه مثال جدا كويس للشاب العربي اللي هو مجتهد واللي قدر يعني يرفع النادي اللي عم يلعب فيه. نعم. وبنفس الوقت عندك الشبان العربي اللي بتحكي معهم، مع انه بتعرفي تقليديا يعني ليفربول منه كفريق يعني هالقد عنده مشجعين بالعالم العربي، لانه اغلبيه الشباب والمتابعين يا او بيكونوا مع الريال او مع برشلونه، بس حتى الناس اللي شباب العرب اللي تلاقيت فيهم ولو كانوا مع الريال مدريد عاده، بس بيقولوا لك انه اذا هالمره ربح محمد صلاح نحن كرماله، معلش يعني كمان مفتخرين، لانه بيعتبروه هو يعني مثال جيد للشاب العربي، مثل بيعطيهم امل انه اذا واحد ولو كان مثلا ظروفه صعبه، او اذا كان من خلفيه فقيره، او نعم. اذا كان عرفت مرق بصعوبات بحياته، بس اذا اجتهد واذا اشتغل على حاله يعني بيقدر يحقق احلامه. نعم. جنان، ماذا عن الاجراءات الامنيه مع توافد هذا العدد الكبير من الناس من خارج اوكرانيا الى داخلها، كيف هي؟ نعم روناك، في اجراءات امنيه مشدده جدا، يعني كثير عادي انه بتكوني ماشيه بالشارع بتشوفي الجنود من الجيش الاوكراني باسلحه كلاشينكوف وغيرها ماشيين بالطريق، في عندك طبعا الشرطه، عندك عناصر امن، وبتلاحظي انه في اشاعات وخوف من انه يصير في اي عمل ارهابي او تهديدات، لدرجه انه من شوي كان في انذار خاطئ على اساس انه في قنابل يوا بقلب محطات مترو، ولكن طلع الحمد لله إشاعة ويعني كلام منفي، ولكن هناك خوف من انه يتم اي عمل يخل بالامن. وحتى الساعه الامن مضبوط، انا امامي يعني كذا في كذا كذا حاسه صارت، بحيث انه اذا الامن شاف شباب ماشي حاملين شنط على ظهرهم ممكن انه يوقفهم الامن ويفتشوا فيه بقلب الشنطه، مثلا اذا كان مجموعه شبان كمان ممكن دغري تلاقي انه الامن وصل عم بيحاول انه يخلي عينه على الـ على الـ على المجموعات. نعم. لانه بتعرفي كمان مش بس خوف من اي شيء ارهابي، كمان يعني هو جو كثير حماسي، وعاده يعني بهيك احداث بيتوقع انه يصير في عمليات شغب، فبالتالي يعني في اجراءات كبيره لمنع حلول اي حادثه من هذا القبيل. طيب، هناك لغط جنان حول محمد صلاح، ان كان هو صائم ام لا، هل حسم هذا الجدل حتى الساعه؟ شوفي روناك، هو انا شفت على وسائل التواصل الاجتماعي كثير في ناس يعني مشغوله بهذا الموضوع، اذا كثير صايم او غير على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه. جدا اليوم. صحيح، هو حديث العالم، ولو انه هو قرار يعني بيتخذه محمد صلاح وهيدا الشيء بخصه له، وانا ما عندي معلومه اذا هو صايم او غير صايم، ولكن اللي فيني زيده على هذا الجدل هو انه بالتوقيت المحلي المباراة ستبدأ حوالي الساعة 10 إلا ربع، والإفطار بكييف هو على الساعة 9 إلا 5، فبالتالي إذا كان صايم خلال النهار واللي هو
بصراحة أنا شيء بستبعده، ولكن إذا كان صايم هو خلال المباراة لن يكون صائم، لأن في عنده ظرف 45 دقيقة أو 50 دقيقة، حتى إذا كان صايم بيقدر يعني ياكل قبل ما يبلش المباراة الكبيرة. واللي بعتقد إنه في كثير ضغط عليه، لأن صراحة كثير يعني ناس إن كان من نادي ليفربول أو شباب يعني منتظرين إنه حاطين آمال كبيرة عليه على إنه يقدر على القليل يحقق هدف بهذا الماتش. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من كييف، جنان موسى منفدت أخبار الآن.